في الحقيقة ان مشوار نادي الزمالك ونهضة بركان في البطولة كان متباين بشكل كبير جدا. نادي الزمالك لعب في دور ال 32 قصاد ارتا سولار بطل جيبوتي وخسر في الذهاب بهدفين دون رد، وعمل ريمونتادا قوية جدا في الاياب، فاز في القاهرة بنتيجة 4-1 في الشوط الثاني بالتحديد عشان يتأهل لمرحلة دور المجموعات. لعب نادي الزمالك في مجموعة ضمت معاه سجرادا الانجولي، اكاديمية سوار الغيني، وابو سليم الليبي، جمع من النقاط 13 نقطة. فاز في 4 مباريات على ابو سليم 1-0 و2-1، وعلى اكاديميه سوار 4-0، وعلى سجرادا 1-0، وتعادل مباراه وحيده مع سجرادا بدون اهداف، واتلغت مباراته الاخيره مع اكاديميه سوار لعدم تمكن الفريق الغيني ان هو يوصل للقاهره في الدور ربع النهائي. لعب كمان قصاد مودرن فيوتشر، فاز في مباراه الذهاب بنتيجه 2-1 وتعادل في الاياب بهدف لكل فريق. وفي الدور نصف النهائي لعب قصاد دريمز الغاني، اتعادل في القاهره بدون اهداف، لكن رجع من ملعب كوماسي في غانا بانتصار كبير جدا، ثلاثيه دون رد تاهل بيها للمباراه النهائيه. على الجانب الثاني نهضه بركان لعب في دور ال 32 مع فريق انسورانس النيجيري، تعادل في الذهاب بنتيجه 2-2، فاز في المغرب 1-0 وتاهل لمرحله دور المجموعات. لعب نهضه بركان في مجموعه ضمت معاه الملعب المالي وسيخوخون الجنوب افريقي وديابل نوار الكونغولي، وجمع من النقاط 14 نقطه تاهل بيهم عن صداره الترتيب. ولعب في الدور ربع النهائي مع نادي ابو سليم الليبي وتعادل في ليبيا من غير اي اهداف، وفاز في المغرب بنتيجه 3-2، واتاهل للدور نص النهائي عشان يتاهل منه مباشره للمباراه النهائيه من غير ما يلعب بعد طبعا ازمه القمصان الشهيره في مباراه اتحاد العاصمه الجزائري. تاريخ مميز بالنسبة للمنافس المغربي في البطولة، بطولة الكونفدرالية الأفريقية، فاز بها مرتين في آخر 4 سنين، في نسخة 2022 على حساب نادي بيراميدز، وفي نسخة 22 على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، ودي طبعا النهائي الرابع اللي بيشارك فيه نهضة بركان في كأس الكونفدرالية الأفريقية. في المقابل احنا عارفين ان نادي الزمالك أحرز لقب البطولة مرة واحدة بس، كانت في نسخة 2019 على حساب نهضة بركان برضو عن طريق ركلات الترجيح بعد تبادل الفوز بنتيجة 1-0. لكن يعني أكيد دي حاجة كل عارفها والكل أكيد يعني عامل حسابها. نادي الزمالك عنده تاريخ كبير جدا أفريقيا، يعني هو صاحب اللقب الخاص ببطولة دوري أبطال أفريقيا 5 مرات بجانب طبعا كاس الكؤوس الافريقيه، لقب وحيد برضو زي ما قلت لكم لبطوله الكونفدراليه الافريقيه في 2019، و3 ألقاب للسوبر الافريقي. اكيد بنتمناها لنادي الزمالك النهارده ان شاء الله يقدر يحسب اللقب ده لصالحه. خليني برضو اقول لحضراتكم التشكيل المتوقع واللي ممكن يكون بيبتدي بيه النهارده جوزيه جوميز المباراه في حراسه المرمى، عواد قصاده في الدفاع، عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزه المثلوثي، واحمد فتوح، وفي الوسط هنلاقي دونجا، محمد شحاته، احمد حمدي، والثلاثي مصطفى شلبي، احمد سيد زيزو، وسيف الدين الجزيري. هدفين نادي الزمالك في النسخه الحاليه اكيد على راسهم احمد سيد زيزو، سجل 4 اهداف، سيف الجزيري سجل 2، نفس الموضوع برضو يوسف اوباما وناصر منسي، هدف وحيد لكل لاعب فيهم، مصطفى شلبي واحمد حمدي وسامسون اكينيولا. كل توفيق اكيد بالنسبه لنادي الزمالك ممثل الكوره المصريه، يعني اكيد ان شاء الله بنتمنى له النهارده ان هو يقدر ان هو يحسم اللقب ده ويكون لقب زملكاوي، لقب اكيد يضاف للكوره المصريه ولالقاب الكوره المصريه.